هلا يا هلا في كل وادي وكل يا هلا. كيفك يا ابو احمد؟ والله ابو احمد اموره تمام. ابو احمد عنده استريح، عندي انا فقره كل ظهر. ايش عنده ابو احمد؟ ابو احمد ما عنده اي شيء، عنده فقره كل الظهر. يا ليل ام السالفه، عندنا مطبخ. عندك مطبخ؟ ايوه ارحب. عطني قهوه. شلونك ابو احمد؟ والله انت بشير. الله الامور الحمد لله زي اللوز. الله اليوم يا ولد سمعت انك حلمت بي. اليوم ما تحلمت، اليوم صحيت من النوم يا ولد مروق ومبسوط لله الحمد. لا بعد صورة الحمد لله. والله العظيم اني صحيت من النوم يا ولد. تفضل. مشت مروق ومبسوط. تستاهل ابو احمد، تستاهل الطريق. لابد انك تروق، تستاهل تنبسط، تضحك. اي أيوة والله الحياة خرطيش يا اخوك. الحياة ايوه طز طز طز. لا هي تقدر تقول كذا. حياة حلو، قمت مبسوط من النوم. اقدر انك تاخذ رجالة الحين اللي يبغى. ها؟ اقدر انك تاخذ رجالة. كيف يعني؟ تاخذ رجالة. وش تبغى؟ خذ رجالة، خذ رجال بعضنا. كذب على بعضنا؟ لا خضرز. وش معنى خضرز؟ ما عرفت خضرز؟ والله ما اعرفه خضرز. ما انت خضرز علي وخضرز عليك. كذب علي وكذب عليك. لا اسولف معك تسولف معي. خلينا خضرز. يلا يلا خضرز علي. تحركت خضرز علي. يا حليل كلامكم. لا بعد روح يا ابو احمد. والله يا اخي انا بروح يا امس. طبعا انا كل يوم الظهرية احكي موقف. امس كان عندي موقف جدا جميل حلو. عبد الله رزق الله يذكره بالخير. الله يذكره بالخير. كنت امس في الباب وموجه للقرية وقاعد خير انا اللي طالع. فكان ايش راح تكون رسالتي الاخيرة قبل خروجي من القرية؟ يا اوكي. والله العظيم اللي نطق في لساني على طول راح توحشوني. هذه أول كلمة جت في بالي. يا قلبي. وإنه أتفرج المكان وأتأمل فيه. آخر نظرة قلت. سبحان الله ما تعرف قيمة الشيء إلا لما تطلع. صح. يعني إحنا طرف نعمة، والله إنها في نعمة. دحين كم شخص يتمنى إنه يكون معانا في البرنامج واقعي زي كذا. قبل شوي هذا اللي صلى معانا الحين يقول أنا بشارك معاكم في المرة الجاية إن شاء الله. بحياك الله. احنا ما عاد راح تشوفنا خلاص برا. لا شوف انا اكذب اللي كانوا يبتون على اخوياهم. اي والله انا اقول يا ولد ايش الافلام الخايسه هذه. يا ولد يعني تخيل شخص تقعد معه بنفس المكان فوق 40 يوم تاكل وتشرب وما تنام الا تشوفه قدامك نايم وقمت تقوم معك ولا هو يقومك ولا تاكلون على صحن واحد تستانسون مع بعض ان حزنت وحزنتوا سوا ان فرحت وفرحت سوا. فهمت اللي كل شيء تسوي معه فجأة يطلع يعني كانوا كذا دائرة يطلع من الدائرة هذه. لا تصدق من ال لا يحط لك شيلة يا خليك يا ولد طلع اللي بخاطر. يا ولد انا سلمان الجعد هذا خلاص اذكره بالخير ما خلى لي دموع. انا اقول لك ورنس دموعي هليت عليه ورنس. وما دخلت كنت اقول يا ولد الله يخرجنا من هذا يا ولد بيطفشنا ومدري ايش ما كنت طايق اقول لك. كنت اقسم بالله هنا كان واقف لي كنت مره ما طايقه. بعدين تعرفت عليه وجلست معاه وسولفت معاه عرفته فاهم عرفت قلبه كذا. الحين ما اقدر اروح اصلي لما اجنب عليه. ورنس يلا قوم صلاه قوم وقبل ما انام. ورنس يلا قول اذكارك. والله العظيم كنا ابن الصغير يا بعد هو اطول مني وانا كذا مني. سبحان الله ترى الصداقه شيء جميل شيء جميل شيء جميل. امس يا ولد بينامون واني امسكهم سوالف ضحك ضحك ضحك. اول مره ضحك كذا خلاص مسفر بيبكي خلاص وانا قصص قصص. يا اخي انت ما تدري لو تحط يحطون كاميرات بث بالغرفه قسم بالله اني لا يمكن اكون
ترند اسبوع كامل. انا لو يحطون كاميرا داخل انا ادخل داخل تجيني قصص ضحك قسم بالله ما ادري من فين. كلمه اجلس هنا كل شيء يروح ضيع خلاص تضيع عندك كل شيء. حلمك ما ترقد دوسي. والله حلمي قد راح. نحن حلم انتظر يومين يجيب لك واحد جديد. يا دو الله انك زاحف قسم بالله. والله الاحلام. انا والله من قبل ما كنت اتحلم ولا كنت. يا اخي الايام تروح بسرعه. اليوم خمسين. اوه يا ربي 50. انا جيت ذا المكان يا ولد قلت اسبوع ما راح اقعد فيه. كيف وصلت 50؟ لازم تحط لك بصمة. يا ولد يا ولد ناس عجيبة اقسم بالله. ناس عجيبة. في جمهور. اي والله في جمهور. والله يدحهم ان في جمهور يمكن ما ينام عشانك. اخي اساطير اساطير اساطير. امس شفت هذيك واحدة راسلة من الجزائر. انا ابو احمد وصلت الجزائر. انا اخوك. ما الجزائر والله هذه مسؤولية. تصدق انه في كلمة وقعت في قلبي. والله العظيم انها وقعت في قلبي يا ولد. كل شوية افكر فيها انه يتابعونك حتى في المستشفيات. في المستشفى يتابعونا. كبار السن يتابعونا. صغار السن يتابعونا. الأطفال وال... أطفال بنات حريم شباب. والله مسؤولية يا ولد. يوم قالوا لي الكلمة إنه جاء في قلبي مسؤولية. يو تنقل صورة تنقل صورة ياهي تكون صورة جميلة ويقتدون فيك أطفال أو كبار. يقتدون فيك أطفال بالخير أو الشر. أيوة. أو إنك سوي شيء غلط ويمشون وراك الأطفال أو الكبار. فعشان كذا يا أخي يا رب يا رب قدرنا أن نوصل رسالة جميلة لطيفة نكسب فيها أجر يا رب العالمين. لابد أنك توصل رسالة كويسة يا أبو أحمد. والله أبو أحمد يسعى بكل ما لديه من قوة. لكن أبو أحمد أنا عندي مطبخ تحرر علي. يلا يلا روح روح روح. لا 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 ما نخليك أبو أحمد. لا لا روح جيب لنا الفوز. سؤالك تجنن يا حبيبي. أنا سلف مع ثلاجة عموري طيبة. أنت رحت ما أنا إيه؟ والله أبغى هوجس مع نفسي شوي كذا و... ارتح ريح مخك يعني. بتيجي مطبخ رح نم أقوم بصوت العصر تصلي. لا لا انبسط الظهرية كله من أمينة الحالة. دور على المنتجع شوف فينا وش خربان وش مكسور. نظري نظام الشياب. صفر افرينا هم الصبحيات انت الظهريات. اي والله الصباح صباح والله جوك الظهر تقعد تفرفر. والله اني انبسط صدق لما يكون كلنا نايمين. إيه؟ خلاص اروح هنا جوك واجلس اقرا واكتب. اجيب الدفتر حقي واجلس اكتب يا ولد يا اخي مقالات واكتب. صدق ما عمري مسكت كتاب واقعد اكتب. والله انا احب دايما. انا لو دخلت كافي اتمنى ومثلا لقيت اثنين مع بعض جالسين ولا شفتهم مبسوطين اي ساكتب عنهم. يا انا والله يعني والله اجلس اكتب عنهم. انا تعذبت زي كذا و... انا تعذبت بحياتي. اه ولد لا عذاب ولا مش والله أنا. انا اكثر شخص اتعذب بحياتي والله من ناحيه الدراسه. اي والله دراسه كلنا انا اخوك. لا انا تعذبت مو ناحيه. انا شخص ادرس واجتهد ولكن ما اساعد نفسي بالدراسه. اذا انا ذاكر 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 باطل. صدق اني سقطت بخمس بداية. انت خامس؟ ايه زحفت عند ايش اسمه على المدير. تتسادل انت كم خامس؟ شوف انا ثانية ورابعة سادسة. الله يذكره بالخير. ايش اسمه عندي واحد من المدير حقنا بالديرة زين. كان عندنا محيمي الله يذكره بالخير ابو عمر. كان مدير مدرستنا كل المدرسة يا عمي. ولكن المدرسين لا اللي من الدير اللي هنا واللي من الدير هنا واللي أي. يعني فالطلاب يا عمي. السلام عليكم. هلا هلا بروق. عليكم السلام. هلا والله ايه. تقهوة زين يا ولد مالك بالطويل. انا احط شو اسمه الطاولة واحط فوق الكرسي وارقع المروحة. شوف فوق القافة ايه. انا حظي
تبارك الرحمن وقراتي تبارك الرحمن يعني اقوى حظ تلقى بي انا ايوه اقوى شغل اقوى حظ تلقاه بي انا اقرد شخص تلقاني انا يعني قراده وحظ مع بعض وانا مسوي روحه يدخل علي انا محط مخمس يا ولد اللي انا عند الكرسي والله ويهل لساني عليه انا جري وانا واقف ويهل لساني عليه ايوه اتكلم عليه الله طول عمره يا ولد واصبر من المدرسه فهمت والله عند ابوي ما يرد لي طلب تمام ابوي خوي ما يرد لي اي طلب الا بالمدرسه يا ودي حط القلم هنا ابوي زين اوه حط القلم هنا لا حط القلم هنا يلا احفظ انا يعني من قوة ماني ما عندي حط القلم هنا والقلم هنا ابوي يرص يلا احفظ بقعد اضحك معي فهمت بس يرص علي واقعد احفظ غصب احفظ احفظ الحمد لله والله في مره استاذ سواها اسمع واحفظ قال يلا ترجع مدرسه قلت لا ما يراجع وقعد ترم كامل عقب طارت علي كله والله هذا عد خامس والله الدراسه جميله دراسه دراسه احلى ايام العمر في الدراسه يا ولد بعد ما تتخرج شوف الدراسه في البدايه ممكن ابتدائي متوسط ثانوي يشوف نفسه انه هو جميله ممكن يشوف ان الدراسه متعبه وباقي وراهم مدى كبير والله العظيم انا اقول لهم والله العظيم